برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع فرع نقابة الفنانين والاتحاد الرياضي وبمشاركة رياضية لافتة، أقيمت في اللاذقية فعالية مهرجان أهل البحر رمضان بيجمعنا على مدى 3 أيام، تتضمن إقامة المباريات الرياضية والسهرات الرمضانية ومختلف النشاطات الترفيهية. رمضان بيجمعنا هو مهرجان بيجمع الفنانين والرياضيين والإعلاميين ولحتى أعضاء مجلس الشعب، عبارة عن لعب فوتبول، روحات سمر، سهرات رمضانية. طبعا أنتم بتعرفوا وإحنا بظل حرب وأزمة ونحن عم نتحدى هذا الشيء وعم نكون نحن موجودين بالملاعب وببنديز اللاذقية. تعودنا كل شهر رمضان مثل ما نتسحر نجي على اللاذقية على مجموعة أهل البحر، كابتن مازن كوسا صديقي الغالي والشباب اللي عم يقوموا بهالنشاطات الحلوة لازم تتكرر بكل الأماكن، بأي موقع من المواقع لازم تكرر هاي النشاطات الرمضانية. إن شاء الله ما بس رمضان، إن شاء الله الأشهر كلها كريمة، وإن شاء الله رمضان الجاي بتكون هاي الدورة بحلب ورمضان اللي بعده بالرقة واللي بعده بدرعا، لأنه كل سوريا هي وكل بلادنا وكل أهلنا وإخواتنا. مع هالفريق الحلو مع الناس الحلوة اللاذقية استقبلتنا بحضنها الكبير مثل ما تعودنا، سعيدة جدا أنه دائما الرياضة والفن ماشيين سوا. فعالية كتير حلوة، اليوم رح نكون بأول مباراة لأن إن شاء الله رح نقعد 3 أيام، هي فعالية على مستوى كتير جيد، هي السنة التاسعة أنا بشارك فيها. يوم بعد آخر يثبت السوريون أنهم أهل للحياة رغم الحرب وبأنهم ما زالوا متمسكين برسالتهم الحضارية في الفن والرياضة والبناء.